الرئيس السيسي يؤكد في كلمته بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية أن التفاهم والتوافق ظلا العنوان لمسار العلاقات بين البلدين. الرئيس السيسي يطلع على مشروعات تطوير الأراضي غير المستغلة بالقاهرة والموقف التنفيذي لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. رئيس الوزراء يعلن عن حزمة حمائية اجتماعية جديدة لمواجهة الموجة التضخمية التي تحدث على مستوى العالم. مساء في القاهرة، 6 بالتوقيت جرينتش، ساعة إخبارية شاملة على نيل الأخبار بانوراما النيل. أهلا بكم وإلى تفاصيل هذه الجولة. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات المصرية الإماراتية ازدادت رسوخا على مدار عقود وأن التفاهم والتوافق ظلا العنوان لمسار العلاقات بين البلدين. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية. على مدار تلك العقود لم تتغير قوة العلاقات المصرية والإماراتية، بل ازدادت رسوخاً، وظل التفاهم والإخاء والتوافق بين البلدين هو عنوان مسيرة العلاقات بينهما. وفي الواقع فإن العلاقات بين مصر والإمارات تميزت دائماً بأنها قائمة ليس فقط على مشاعر الحب والأخوة والصداقة الحقيقية، بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم. هذا وقد أثنى رئيس السيسي على المواقف الداعمة لدولة الإمارات لمصر، خاصة خلال الفترة العصيبة التي مرت بها مصر منذ 10 سنوات، والذي جاء برهانا واضحا على ما يجمع البلدين من روابط وثيقة. لا يفوتني هنا أن أتذكر بالتقدير والعرفان الموقف التاريخي الداعم لدولة الإمارات الشقيقة خلال الفترة العصيبة التي مرت بها مصر منذ حوالي 10 سنوات، والذي جاء تعزيزا لخصوصية العلاقات بين مصر والإمارات، وبرهانا واضحا على ما يجمع الدولتين والقيادتين والشعبين من روابط وثيقة، وأنهما بمثابة شعب واحد وبلد واحد، وهو العهد الذي أجدد التمسك به، عهد الأخوة والخير والتعاون والبناء والمصير الواحد. داعين الله عز وجل أن يعيننا على صون وتعزيز هذه العلاقات القوية المتميزة لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن ملامح العلاقة الاستراتيجية بين مصر والإمارات تبلورت في السنوات الأخيرة لتمثل نموذجا مبهرا للعلاقات العربية القادرة على مواجهة التحديات في مختلف المجالات من خلال العمل المشترك والدعم المتبادل خلال الأزمات. جاء ذلك في كلمة مدبولي اليوم خلال افتتاح احتفالية اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتية. بمناسبة مرور 50 عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء افتتاح اليوبيل الذهبي للعلاقات بين البلدين تحت عنوان 50 عاما مصر والإمارات قلب واحد، والذي عقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. فعلى صعيد الاستثمارات الإجنبية المباشرة، ترتبط مصر والإمارات بعلاقات استثمارية قوية، ولا سيما في الفترة الأخيرة من خلال الشراكة المصرية الإماراتية في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، وهو ما انعكس في ارتفاع إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر لتسجل نحو 4.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021-2022،
لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الأولى بين الدول المرسلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر. كما أوضح رئيس الوزراء خلال الاحتفال أن ملامح العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات قد تبلورت في السنوات الأخيرة لتمثل نموذجا للعلاقات العربية القادرة على مواجهة التحديات في مختلف المجالات. اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات استباقية لتقديم الدعم للدول العربية المختلفة خلال الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، وآخرها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي، وما أعقبها من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية التي أحدثت موجة من الاضطرابات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية على مستوى العالم. ومن جانبه أوضح معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي أن الأخوة الراسخة بين البلدين جعلت مصر والإمارات كالبلد الواحد، وتطورت في التعاون الشامل في كافة المجالات، وأكد أن مصر هي السند والأصالة والتاريخ والحاضر يستوعب العمل المشترك لتحقيق التنمية. مصر هي السند، هي الأصالة والتاريخ، هي الحاضر الذي يستوعب عملنا المشترك لتحقيق التنمية، وهي الأمل في غد أفضل ومستقبل مشرق، هي الشقيقة الكبرى، هي أرض الكنانة. كما أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الحرص على استمرار التعاون مع دولة الإمارات المتحدة في دمج آليات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكارات في العديد من المشروعات. ويأتي انعقاد هذه الاحتفالية تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد، يجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الحكومتين والشعبين الشقيقين، وهو ما لمسناه من خلال ما شهدته الأيام القليلة الماضية من حرص الجانبين على تنظيم فعاليات رياضية وسياحية وثقافية مشتركة متنوعة تتكامل في مضمونها والرسالة التي تبعثها إلى العالم، مع مستهدفات الفعاليات الرسمية التي تشملها الاحتفالية، وعلى رأسها انعقاد منتدى اقتصادي يضم جلسات متنوعة تتناول أبعاد الشراكة الاقتصادية المتكاملة للعلاقات المصرية الإماراتية. احتفالية تؤسس لمرحلة جديدة بين البلدين وتعمل على تعميق العلاقات بينهما. نصف قرن من التعاون الدبلوماسي والاقتصادي رسخ عمق العلاقات المصرية الإماراتية ورسم خارطة طريق لمستقبل أفضل للبلدين والشعبين الشقيقين تقوم على التعاون المشترك في كافة المجالات. أحمد أبو الحسن، النيل. هذا وقد انطلقت فعاليات إحياء مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية باحتفالية كبرى تعقدها حكومتي البلدين تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد، وتستمر الفعاليات حتى 28 من أكتوبر الجاري في القاهرة بحضور وزراء من حكومتي البلدين وأكثر من 1800 شخصية من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين. أكد الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن احتفاء مصر والإمارات بذكرى 50 لإقامة العلاقات بينهما يعد تأكيدا لعمق الروابط الأخوية بين البلدين وشعبيهما منذ عهد الشيخ زايد رحمه الله. وشدد بن زايد في تغريدة له على موقع تويتر على أن مصر والإمارات يمثلان عنصر استقرار إقليمي ونموذجا للعلاقات بين الأشقاء، مشيرا إلى أن العلاقات ستمضي قدما وإلى آفاق أفضل بالتعاون مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبمناسبة افتتاح فعاليات الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بانعقاد المؤتمر السادس الذي تنظمه الوكالة الجامعية للفرانكوفونية بالقاهرة. بكل مشاعر الود والحفاوة يطيب لي أن أرحب بالسادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، بالدول الأعضاء في الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه الوكالة هذا العام في مدينة القاهرة. ويأتي مؤتمركم الموقر ومصر في أوج استعداداتها لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 ب
بمدينة شرم الشيخ الخضراء، وتبذل مصر قصارى جهدها مع قيادات العالم حتى تسفر القمة عن تنفيذ التعهدات الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ. وأكد رئيس عبد الفتاح السيسي على دعم التقارب بين مصر والفرنكوفونية ضمن الشراكات الاستراتيجية، مشددا على أن التقارب المصري الفرنكوفوني من شأنه دعم النهوض بمستويات جودة التعليم. ولا جدال أن التقارب المتنامي بين مصر والوكالة الجامعية للفرنكوفونية يستحق كل تأييد ومؤازرة، فاعتبار مصر شريكا استراتيجيا بالنسبة للوكالة وتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون بين الجانبين، لا سيما الاتفاقية الأخيرة التي تتخذ من جامعة القاهرة مقرا لمكتبها الوطني ولمركزها الخاص بتوظيف طلبة الجامعات المصرية وخريجيها، يعكس إرادة صادقة لتطوير وتوسيع نطاق مشروعات التعاون الجامعي التي تنفذها الوكالة في مصر بالتعاون مع الجامعات المصرية 19 الأعضاء في الوكالة. ويحدوني الأمل أن يتم ذلك بما يتناسب مع إيقاع العصر ومقتضيات مساراتنا التنموية وما يرتبط بها من متطلبات سوق العمل، وذلك في ضوء الرؤية المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 بما يحقق تقدما ملموسا في كفاءة الجامعات المصرية عبر النهوض بمستوى جودة التعليم والبحث العلمي والتدريب والابتكار. عقد رئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا بحث الموقف التنفيذي الخاص بجهود تطوير الأراضي الفضاء غير المستغلة داخل محافظة القاهرة، وكذلك على امتداد شبكة الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية. وخلال اجتماع آخر طلع رئيس السيسي على الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مدينة الفنون والثقافة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي الخاص بجهود تطوير مساحات الأراضي الفضاء غير المستغلة داخل محافظة القاهرة، وكذلك على امتداد شبكة الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس بإتمام الاستغلال الأنسب لكافة الأراضي المقترحة للتطوير وفق نهج هندسي وخدمي يحقق التكامل مع المشروعات التنموية الضخمة، الأمر الذي يعزز عناصر البناء والتطور العمراني ويحقق قيما مضافة لاستراتيجية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد أمين مستشاري رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء محمد شريف رئيس الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار. الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مدينة الفنون والثقافة، وقد تم في هذا الإطار تقديم عرض عام للمنشآت التابعة لمدينة الفنون والثقافة والمقامة على مساحة حوالي 127 فدان، خاصة مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة ومتحف عواصم مصر الذي يعرض آثاراً لعدد من عواصم مصر على مدار التاريخ، ومتحف الفنون الذي يعرض العديد من اللوحات الأثرية والحديثة
ومتحف العملات، فضلا عن دار الأوبرا الجديدة التي تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط، وتضم قاعة رئيسية تصل سعتها إلى حوالي 2200 فرد، وهي مقامة وفقا لأحدث وأرقى التقنيات الهندسية العالمية من صوتيات وأنظمة عرض، إلى جانب مسرح للموسيقى يصل سعته إلى حوالي 1200 فرد، وهو مؤهل وفقا للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية، وكذلك مسرح للدراما والأداء الحركي يتسع لحوالي 630 فردا، وذلك في إطار طراز معماري فريد وثري. وقد وجه السيد الرئيس بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية العريقة المتخصصة في مجالات الفنون والثقافة، وذلك للتعاون في نظم الإدارة والتشغيل على نحو يتواكب مع القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها مدينة الفنون والثقافة، وبما يعظم من قيمتها كأيقونة ومنارة للإبداع الفني والفكري والثقافي لمصر في ظل الجمهورية الجديدة، وكذلك للإنسانية جمعاء. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أنه بناء على تكليفات الرئيس السيسي للحكومة تم إقرار حزمة حمائية اجتماعية جديدة لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التي تحدث على مستوى العالم. وقال مدبولي أن إقرار تلك الحزمة يأتي كأحد توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. مؤتمر صحفي أعلن فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة لمواجهة الموجة التضخمية التي تحدث على مستوى العالم. الحزمة جاءت كأحد توصيات المؤتمر الاقتصادي وكلف بتنفيذها السيد رئيس الجمهورية. الحقيقة النهاردة مجلس الوزراء في اجتماعه ناقش حزمة الحماية الاجتماعية ووافق على هذه الحزمة، ويمكن عشان كده أنا حبيت أن أنا نعلنها النهاردة عشان يبقى ده تأكيدا ل يعني التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس وأيضا تنفيذ أول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي. الحزمة شملت إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة. أهم هذه القرارات أو أهم مكونات هذه الحزمة اللي هيعرضها بالتفصيل معالي وزير المالية، أول حاجة إن هو إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة، هتبقى لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأيضا للمعاشات، وهتبقى بمبلغ 300 جنيه شهريا، ودي هيستفيد منها كل زي ما قلت العاملين في جهات الدولة والشركات التابعة ليها وأصحاب المعاشات أيضا. كما تضمنت الحزمة عدم زيادة الرسوم وأسعار الكهرباء. كان هناك طبعا في ضوء توجيهات سيادة الرئيس امبارح بعدم يعني زيادة الرسوم على المواطنين في الفترة الجاية ويعني الاكتفاء بالوضع اللي موجود حاليا، أيضا كان هناك القرار السابق بعدم زيادة أسعار الكهرباء كان المفروض لغاية 31/12، وبرضو المجلس النهاردة وافق على أن يستمر العمل بالأسعار السعرية حاليا لغاية يوم 30/6/23. شملت الحزمة أيضا استمرار العمل بحزمة الدعم للأسر على بطاقات التموين حتى نهاية يونيو القادم. تم التوافق على إن شاء الله هيكون استمرار العمل بالحزمة اللي يعني الحقيقة كنا أعلنا عنها في الفترة السابقة الخاصة بتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين، حضركم تتذكروا اللي هي بشرائح تتراوح ما بين 100 و200 و300 جنيه اللي بيستفيد منها أكتر من 10.5 مليون مواطن، والحزمة دي الحقيقة كان التوجيه إنها أو التكليف والقرار السابق إنها كانت هتنتهي 31/12، ولكن تم الاتفاق إنها هتستمر لغاية 30/6 القادم.
كما تضمنت الحزمة أيضا إقرار رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطنين إلى 30,000 جنيه سنويا. ويمكن أنا عايز أقول لحضراتكم أن هذه حزمة هذه القرارات يمكن جزء منها أيضا أنا يعني برضو عايز أضيفه، وهو موضوع الدخول للبرلمان بموضوع رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يبقى يعني اللي هو احنا يمكن كنا وافقنا عليه بصورة مبدئية، وإن شاء الله هيتم إقراره في البرلمان، بحيث يترفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24,000 جنيه في السنة إلى 30,000 جنيه في السنة. معنى كده إن اللي دخله 2,500 جنيه في الشهر ما يعني ما يخصمش منه أي ضريبة في هذا الشأن. ده كان آخر إجراء. الحزمة دي كلها النهاردة إن شاء الله هتبقى تكلفتها على الدولة تقترب من 67 مليار جنيه في السنة، ولكن احنا خدنا هذه الإجراءات طبعا بناء على تكليفات السيد الرئيس، وإيمانا من الحكومة بضرورة برضو دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة. ومن ناحيته أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على صرف علاوة غلاء معيشة استثنائية تقدر ب 300 جنيه شهريا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. أول إجراء علاوة غلاء معيشة استثنائية بفئة مقطوعة 300 جنيه شهريا لكافة المستويات الوظيفية بدءا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية بعدد 4.6 مليون موظف، وتكلفة سنوية 16.4 مليار جنيه. أيضا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية والبالغ عددهم نحو 336,000 موظف هيستفيدوا من هذه العلاوة الاستثنائية بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه. كما أعلن معيط عن صرف زيادة لجميع أصحاب المعاشات بمقدار 300 جنيه شهريا. أصحاب المعاشات أيضا هيبقى في زيادة مقدارها 300 جنيه لكافة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وعندنا أكثر من 10.5 مليون. التكلفة الإجمالية بتاعتها 32 مليار جنيه. أحمد أبو الحسن، النيل. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور خالد الشفهي رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية. يعني بعد تحية قراءتكم للقرارات اللي أعلنها رئيس الوزراء اليوم تنفيذا لتكليفات السيد رئيس السيسي فيما يخص الحزمة الحمائية الاجتماعية الجديد. مساء الخير لحضرتك، مساء الخير للمشاهدين في كل مكان. أعتقد حزمة من الإجراءات بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف على المواطن المصري في كل ربوع مصر من حدة الأزمة وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما سببته من ارتفاع أسعار وارتفاع معدل التضخم في كل أنحاء العالم. أعتقد حزمة تخفف كثيرا من وطأها على المواطن المصري في كل ربوع مصر. أي فهم يعني تحقق تعمل على تحقيق الاستقرار والأمان الاجتماعي وتخفف من قلاء المعيشة اللي سببته هذه الأزمة. مش ده يؤكد ويدعم مدى حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهموم ومعاناة المواطن المصري في كل ربوع مصر؟ هي الحقيقة من ضمن التحديات هي الإتاحة والتمكين والتيسير أيضا على المواطن، وبيوضع في الاعتبار استثنائية هذه المرحلة. فيعني كيف يمكن البناء أيضا على يعني هذا الحراك النسبي
للتعامل بجدية مع الفجوة بين الدخول والأسعار؟ أعتقد ما تم من إجراءات توجيهات السيد الرئيس خفف كثيرا ما بين الفجوة وما بين ارتفاع الأسعار وبين الدخول للمواطنين في كل عموم مصر. أعتقد أن هذه الفجوة نتجت نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا وارتفاع أسعار الطاقة والغاز وارتفاع تكاليف أسعار النقل والشحن وارتفاع تباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد ونقص بعض السلع، كل ده سبب مزيد من ارتفاع الأسعار. نعم. ومعدل التضخم حول العالم والأسر كلها تعاني حول العالم. هنا لأول مرة يعني يمكن الدولة الوحيدة في العالم اللي بتعمل على برامج حماية اجتماعية تخفف من وطأة هذه الأزمة لمواطنيها. ده يؤكد ويدلل حرص السيد الرئيس على هموم ومصلحة المواطن المصري وتخفيف عنه في كل بهذه الحزمة من الإجراءات اللي أعتقد يعني أسلجت كثير من المصريين بما تشمله من 10 قرارات تخفف كثيرا من هذه الأزمة. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور على هذه المداخلة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي على أن جلسات المؤتمر الاقتصادي ومناقشاته الجادة أسفرت عن التوصل إلى توصية مهمة، مؤكدا أنه سيتم العمل على الفور لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بتنفيذ تلك التوصيات، وأن يكون هناك مجلس أمناء يتابع تنفيذها لترجمتها سريعا إلى سياسات وخطط تنفيذية تضمن مستقبلا أكثر تنافسية للاقتصاد المصري. أكد السفير نذير العرباوي مندوب الجزائر في الأمم المتحدة أهمية انعقاد القمة العربية بالجزائر للتعامل مع التحديات الجديدة التي تواجه الإقليم، مشيرا إلى تداعيات تلك المخاطر على العالم العربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. جاء ذلك خلال كلمات اليوم في اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة العربية المقبلة 31 التي من المقرر أن تستضيفها الجزائر يومي 1 و2 من نوفمبر المقبل، وتأتي القضية الفلسطينية على رأس الملفات على جدول أعمال القمة العربية، إضافة إلى العلاقات الإفريقية الأوروبية والمنطقة العربية للتبادل الحر والاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري. ينضم إلينا المزيد من المتابعة مباشرة من الجزائر مراسل النيل منذر أبو دوح. منذر، بعد تحية الاستعدادات للقمة العربية المرتقبة في الجزائر وما يمهد والمؤشرات من أجل إنجاح هذه القمة لمواجهة التحديات العربية في اجتماع المندوبين الدائمين. تحياتي لك بداية زميلتي العزيزة ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل هذه القمة تعتبر قمة استثنائية وتشهد العديد من التحديات، ولذلك تقوم حكومة الجزائرية باستعدادات مكثفة على مختلف المستويات سواء على المستوى الأمني وكذلك على المستوى اللوجستي من خلال توفير كافة الإمكانيات أمام وسائل الإعلام وكذلك أمام الوفود القادمة للمشاركة في القمة العربية التي ستقام يوم 1 و2 من نوفمبر المقبل. بطبيعة الحال كان هناك اليوم شاهدنا اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين تحضيرا للاجتماع الوزاري الذي سيعقد السبت القادم، والذي شهد مناقشات عديدة لمختلف القضايا التي ستطرح على طاولة وزراء الخارجية العرب يوم السبت المقبل، وعلى رأسهم بطبيعة الحال القضية الفلسطينية وعدد كذلك من التحديات الخاصة بالمشاكل السياسية في المنطقة العربية، إذا كانت بالنسبة لسوريا وكذلك اليمن
وليبيا وكيفية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية. هناك غدا سيتم اجتماع على مستوى كبار المسؤولين في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وذلك لمناقشة القضايا الاقتصادية والقضايا الاجتماعية، وخاصة وأن المنطقة العربية تشهد تحديات اقتصادية كبيرة في الفترة الحالية، بل يشهدها العالم أجمع بسبب الصراع الروسي الأوكراني وتأثيره على المستوى الاقتصادي على الدول العربية. وهذه الاجتماعات ضرورية لتوحيد الرؤى الخاصة بالدول العربية لمجابهة هذه التحديات الاقتصادية والتضامن والتعاون، وكذلك توحيد الرؤى بالنسبة للقضايا السياسية في المرحلة القادمة. لذا أطلق على هذه القمة قمة لم الشمل العربي، والتي نعم. تشهد تحديات ما بين اختلاف الرؤى بين الدول العربية تجاه العديد من القضايا السياسية. حتى تفرز هذه القمة بإذن الله موقفا عربيا موحدا يرقى إلى جسامة التحديات التي تشهدها منطقتنا العربية. منذر أبو دوح، أشكرك جزيلا على هذه المتابعة من الجزائر حيث لانعقاد المرتقب القمة العربية. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريبي وتأهيل الأطباء ومواكبة كل ما هو جديد في المنظومة التعليمية لمختلف العلوم الطبية، تعلن كلية الطب بالقوات المسلحة عن فتح باب التسجيل لدرجة الماجستير للأطباء المدنيين في تخصصات الجراحة العامة وطب الأطفال والتوليد وأمراض النساء، وذلك على أن تكون موعد التسجيل ابتداء من الأول وحتى 15 من نوفمبر المقبل بمقر كلية الطب بالقوات المسلحة. نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري احتفالا لتكريم أوائل خريجي الجامعات المصرية. خلال الاحتفالية أكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري أن الصورة الإيجابية والمشرقة لنخبة طلاب الجامعات المصرية تعكس مدى اهتمام الدولة بالتعليم وتطويره وتحديثه المستمر بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتقدم التكنولوجي الذي أصبح سمة العصر. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة خريجي الجامعات المصرية أقرانهم من الكليات العسكرية. نظمت وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة ندوة بعنوان الانعكاسات الأمنية ظاهرة التغير المناخي. تم خلالها استعراض جهود أجهزة الدولة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ، فقد نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي، بحضور نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المختصين وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من طلبة الجامعات المصرية وطلبة الكليات العسكرية وكليات الشرطة وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكوكبة من رجال الفكر والإعلام. قضية التغيرات المناخية النهاردة هي يعني تعتبر من أهم القضايا اللي بيهتم بيها العالم كله، بتتجه أنظار العالم كله النهاردة لجمهورية مصر العربية، الدولة المنظمة للكوب 27 اللي هو مؤتمر الأطراف الخاص بالتغيرات المناخية. التغير المناخي ده على أعتاب أي دولة، وممكن يحصل مشاكل في أي وقت، واللي بيحصل النهاردة هذه التوعية أو هذه الندوة بأن احنا نحط إيدينا على كل المحاور التي ممكن أن تساهم في أن احنا نجابه مشكلة التغير المناخي، دي أكيد حاجة مهمة جدا. تناولت الندوة والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تتطرق إلى الأبعاد الأمنية الناتجة عن ظاهرة التغير المناخي عددا من الموضوعات، والتي تأتي في مقدمتها الجهود الأمنية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وجهود مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة هذه الظاهرة. بنتناول الانعكاسات الامنيه لظاهره التغير المناخ في هذه الندوه، ليه؟ لان الحقيقه ان غالبا ما بيحدث على ارض الواقع ان بيكون رجال الشرطه هم اول من يتصدى للتغيرات المناخيه، يعني مثلا لو اخذنا مثال ظواهر السيول اللي هي بتكون ناتجه عن تغير المناخ، ربما ان احنا بنجد ان اول من بيتعامل معها هي بتكون وزاره الداخليه. الامن حاضر بكل المعايير في اي تغيرات مناخيه وفي اي تاثيرات ستنتج عنها. التغيرات المناخية هتؤثر على حياة البني آدم سواء في حقوقه الأساسية أو في حقوقه إنه ينعم بأمن على هذه الأرض. إحنا بنتكلم على الأمن الغذائي وأمن في مجال الطاقة والأمن في مجال المياه، يعني هي بقت مسألة أمن، ما هيش مجرد
عندنا مشكلة بيئية، في مشكلة تغيرات مناخية، يبقى نتعامل معها بمعزل عن الإطار العام اللي هو التعامل مع أزمات معنية بالغذاء والمياه والطاقة. الحقيقة أنه يتصدى أكاديمية الشرطة ومركز بحوث الشرطة لظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها الأمنية على المجتمع هامة للغاية، خاصة وأن احنا بنستعد لاستضافة مؤتمر الاطراف التغير المناخ كوب 27 واللي هينعقد إن شاء الله في مدينة شرم الشيخ. وقد أثمرت مناقشات الندوة عن عدد من التوصيات في مقدمتها تضافر كافة الجهود الوطنية لمواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واتخاذ كافة الإجراءات للحد من استهلاك صور الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة والاستثمار في الطاقة النظيفة البديلة وإطلاق مبادرات جديدة طموحة تواكب توجهات الدولة في ذات الإطار والتوسع في تنفيذ خطط وبرامج توعوية إعلامية وتعليمية وثقافية لتعريف كافة فئات المجتمع بتداعيات التغيرات المناخية والانعكاسات المختلفة الناجمة عنها. الدور الكبير اللي بيقوم به مركز البحوث في أكاديمية الشرطة إنه بيناقش الملفات من المتخصصين من خلال دراسات مبنية على منهجية علمية من خلال بيانات سليمة ودقيقة بمنتهى الشفافية، ده بيساعد في رفع الوعي المجتمعي بشكل كبير. الحقيقة الندوة النهاردة كانت دسمة جدا، بدأت الصبح إن احنا بدأنا نتعرف على أثر التغيرات المناخية وان هي ازاي ممكن تضر الاقتصاد، ممكن ازاي ايه اسباب التغيرات المناخيه دي عامه. اكيد الندوه دي عرفتني حاجات جديده وعرفتني معلومات اكيد ما كنتش عارفاها قبل كده. طبعا انا بشكر وزاره الداخليه على اقامه مثل هذه الندوات لان هي بتزود الوعي، وانا بشكر كمان الكوادر الكبيره اللي كانت جايه تتكلم النهارده لان هي فتحت نقط في عقلنا احنا كشباب علشان المرحله الجايه. احنا كنا بنسمع تغير مناخ تغير مناخ بس ما كناش عارفين احنا ايه الكوب 27 وايه الكلام ده كله، ففكره ان هم يسمحوا للشباب بحضور ندوات زي دي او ان هم يعقدوها اصلا دي حاجه كبيره جدا للشباب وللمرحله الجايه. اسهامات فاعله من وزاره الداخليه لرفع الوعي البيئي لدى المجتمع والتوعيه باهميه قضايا التغيرات المناخيه وابعادها الامنيه وبلوره رؤيه واضحه في هذا الاطار. الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي ندوة تتسم بأهمية كبيرة عقدتها وزارة الداخلية مع قرب انعقاد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وتأتي أهميتها بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية قضايا التغير المناخي. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. قال وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار إن أكثر من 18 مليون خدمة صحية تم تقديمها للمواطنين بتكلفة تجاوزت 11 مليار جنيه من يناير 2022. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم في مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. بعد 5 ساعات متواصلة أنهى مجلس النواب جلساته البرلمانية بعد إحالة بيان وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار حول منظومة الصحة في مصر إلى لجنة الصحة بالمجلس لمناقشته وإعداد تقرير حوله. أمانة المراكز الطبية المتخصصة والعاملون عليها يرؤسون مستشفيات عدة على مختلف المحافظات، ولكن التوسع في هذه المسؤولية تشتت الفكر وتشتت العمل ولا يكون هناك تركيز في الأداء. جاء ذلك على خلفية مناقشة المجلس في جلسته العامة لأكثر من 90 أداة رقابية مقدمة من الأعضاء. خلال الجلسة العامة وجه عدد من النواب عددا من التساؤلات لوزير الصحة من بينها نقص عدد الأطباء وهجرتهم للخارج، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو السماح للعاملين بالأطقم الطبية من الحصول على حقوقهم في الإجازات. المواجهة مع وزير الصحة انتهت بعدد من الأسئلة عن صعوبة حصول ذوي الهمم على بطاقة الخدمات المتكاملة وخطة الوزارة لتوفير القوافل الطبية لجميع المحافظات. الحقيقة كارت الخدمات المتكاملة الحصول عليه في مصر يعد معجزة يعني، وأزمة كبيرة لذوي الهمم المفروض احنا نسهل عليهم. الحقيقة ان السيستم الموضوع سيستم عقيم جدا وبيروقراطي جدا، وما فيهوش عدم في ما فيهوش مراعاة للأمية الرقمية لهذه الفئة.
لدرجة أنهم أصبحوا فريسة للسماسرة. خلال الجلسة ذاتها وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون الزراعة الذي يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها. جلسة عامة لوزير الصحة أمام النواب تم خلالها النظر إلى 98 أداة رقابية ما بين طلبات أحاطة وسؤال شملت منظومة التأمين الصحي وأوضاع المستشفيات والأطباء وكذلك عن دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية. من مجلس النواب رمضان المطعاني النيل. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تعزيز العلاقة الثنائية مع جمهورية غامبيا وتنسيق في ملفات السياسة الخارجية ذات الاهتمام المشترك لا سيما فيما يتعلق بقضايا القارة الإفريقية. كما بحث الوزيران سبل معاونة غامبيا في تنظيم قمة منظمة التعاون الإسلامي المقرر أن تستضيفها خلال العام الجاري فضلا عن استعراض دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في بناء القدرات الغامبية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال شكري وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية غامبيا مامادو تانجارا خلال زيارته إلى القاهرة. عشرتنا متواصلة معكم نتابع فيها المزيد من الأحداث بعد الفاصل. منها الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 12 مسؤولا إيرانيا لدورهم في قمع الاحتجاجات الشعبية. الأهم وآخر أخبار المال والأعمال والاقتصاد مع دينا قنديلي. إليك دينا. شكرا جزيلا ريهام. إلى أخبار المال والأعمال، وفيها وزير التجارة والصناعة يبحث مع وزير الاقتصاد الإماراتي تطوير العلاقات خلال المرحلة المقبلة. أهلا بكم. أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجا للعلاقات الاستراتيجية القائمة على تحقيق التكامل في مختلف المجالات بدعم من القيادة السياسية في كلا البلدين، مشيرا إلى أن الشهر الجاري يشهد احتفال البلدين بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية والأخوية بينهما. جاء ذلك خلال جلسة مباحثة موسعة عقدها الوزير مع عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي والوفد المرافق له لبحث تطوير العلاقات خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد الوزير أن دوائر الأعمال في البلدين تقوم بدور رئيسي في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة وتنفيذ خطط حكومتي مصر والإمارات لتعزيز التعاون المشترك. أكد وزير التجارة أحمد سمير تطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات الإماراتية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بفعاليات مجلس الأعمال المصري الإماراتي والذي عقد بحضور وزير الاقتصاد لدولة الإمارات. وكذلك لفت الوزير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي وثاني أكبر مستثمر بمشروعات بلغت قيمتها 7.8 مليار دولار حتى مايو الماضي في مجالات مختلفة من بينها التطوير العقاري، السياحة، الصناعة والاستثمار الزراعي. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالة السعيد إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجا متميزا للعلاقات الثنائية بين الدول وهي علاقات قامت على التكامل وتعزيز المصالح المشتركة. جاء ذلك خلال كلمة السعيد بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية. مصر كان لها موقعا متميزا في قلب المؤسس رحمه الله الشيخ زايد بن سلطان. أواصر علاقات قوية وعلاقات ممتدة لطالما جمعت بين البلدين والشعبين الشقيقين. مصر والإمارات قلب واحد، شعار الاحتفالية التي تستضيفها القاهرة بمناسبة مرور 50 عاما على تدشين العلاقات المصرية الإماراتية، حيث تعكس عمق العلاقات والحرص على تعزيزها على مستوى الحكومتين والشعبين الشقيقين. فعاليات الاحتفالية التي من المقرر أن تمتد لثلاثة أيام تتضمن إقامة منتدى اقتصادية بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين.
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية دعت مجتمع الأعمال المصري والإماراتية خلال جلسة بعنوان العلاقات المصرية والإماراتية شراكة متكاملة للمشاركة في دفع عجلة التنمية في مجالات الصناعة المختلفة. العلاقات دي هي أساس وأساس متين جدا لكل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية اللي ممكن تقوم بين البلدين، ويمكن مصر النهاردة بتقول بعد الاستثمارات الكبيرة اللي قامت بيها في البنية التحتية والبيئة التشريعية، ويمكن احنا خارجين من مؤتمر اقتصادي بنقول انه احنا بنفسح المجال لمزيد من مشاركة القطاع الخاص لانه هو اللي مفروض يقود التنمية الفترة القادمة. فطبعا رجال الاعمال ومجتمع الاعمال المصري والاماراتي عليهم الدور بانهم التعاون مع بعض عشان يستغلوا هذه الفرص لمزيد من الاستثمارات في البلدين. وزير الاقتصاد الإماراتية عبد الله طوق من جانبه أكد أن الشراكة المصرية الإماراتية تشهد حاليا نموا ملحوظا في حجم التبادل التجاري والاستثمارات في المجالات المختلفة. علاقاتنا وموقفنا تاريخية، لكن موقف الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والجمهورية أكبر كذلك. استثماراتنا ليس فقط 13 مليار، بل هي 28 مليار دولار ناتج المحلي الإجمالي و300 مليار استثمارنا المشترك بيننا. نحن نمثل مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة الشارقة. توجد ما يقارب 2000 شركة مصرية، وهناك أيضا بعض الاستثمارات من الشركات الموجودة في إمارة الشارقة في دولة مصر. أنا دائما من الناس اللي أنصح الشركات الإماراتية أو غير الإماراتية أن تنظر لمصر ليس فقط كسوق مصري كبير، بس كذلك كمعبر لكثير من الدول. وصراحة الإخوان والأخوات في الحكومة المصرية قاموا بجهود كبيرة بخلق هذه الاتفاقيات لتدعم أنك أنت تقدر تصدر إلى دول أخرى. المنتدى الاقتصادي يستعرض أبرز المشروعات وفرص الاستثمار المشتركة بين البلدين. احتفالية كبرى تستضيفها القاهرة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، ولصياغة مستقبل أكثر تعاونا في المجالات المختلفة. فالعلاقات المصرية الإماراتية قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة التغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة. ولاء الحديني، النيل. ختام أخبار الاقتصاد، إلى مزيد من الأخبار السياسية مع ريهام رجائي. تفضلي ريهام. أشكرك دينا. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 12 مسؤولا إيرانيا لضلوعهم في حملة قمع الاحتجاجات المندلعة جراء وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق. وشملت العقوبات رئيس الاستخبارات بالحرس الثوري ومحافظ سيستان وبلوشستان وقائد شرطة أصفهان ومسؤولين بالسجون الإيرانية، إضافة إلى مسؤولين بالحرس الثوري وميليشيا الباسيج. جاء إعلان العقوبات بعد فتح قوات الأمن الإيرانية النار على آلاف المحتجين الذين تجمعوا في بلدة سقز مسقط رأس الشابة الراحلة أميني لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على وفاتها. تتواصل لليوم الثاني على التوالي محادثات السلام الرسمية الأولى بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير شعب تيغراي في جنوب إفريقيا بهدف إنهاء الحرب المستعرة منذ عامين. وتجري المحادثات بقيادة وسطاء من مفوضية الاتحاد الإفريقي ومشاركة ممثلي الأمم المتحدة والولايات المتحدة كمراقبين. وتعتبر المحادثات فرصة سانحة لإنهاء الأزمة التي تسببت في مقتل الآلاف وتشريد الملايين وترك مئات الألوف على شفا مجاعة في ثاني أكبر دول الإفريقية من حيث عدد السكان، ما تسبب في زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي الأوسع نطاقا. نبقى معكم والمزيد ومنه بعد الفاصل. انطلاق المؤتمر الدولي المصريون يخترعون بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام. عقدت إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام المؤتمر الدولي المصريون يخترعون، وذلك بهدف تنمية مواهب وتشجيع المخترعين من أنحاء الجمهورية كافة. العقول المصرية دائما عقول منتجة ومبتكرة في المجالات كافة،
ومصر لديها نماذج وأسماء كبيرة تفوقت ووصلت إلى العالمية، لذا انعقد المؤتمر الدولي المصريون يخترعون الذي جاء برعاية إحدى مؤسسات المجتمع المدني وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام. نقدر نتحكم في العربية عن طريق الصوت، أشغل الإجنيشن أو أدور العربية، أتحكم في الجير بوكس دي وآر وإن وبورك، تمام، اللي هي كل الغيرات بتاعت الفتيس أو الجير بوكس، وأتحكم في الدريكسيون، أخليه يكسر يمين وشمال، ويعني أتحكم يعني في الدريكسيون. أنا عامل لعبة بسيطة كمختار لتنمية الابتكار اسمها كينج مينتل، بتنمي الابتكار والاختراع لدى الطفل، تحتوي على موتور، بطارية، مروحة، لمبة، يبدأ الطفل يقدر يعمل منها دوائر مبسطة ويبدأ يبتكر. المؤتمر يضم أكثر من 100 مخترعا واختراعا، بعضها يضع أطروحات وحلولا جذرية لقضايا المناخ. عملت قاعدة موتور مياه تشتغل جميع الاتجاهات يمين شمال ورا قدام، وضفت لها وحدة تبريد إضافية بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة، فبيسبب أعطال تراكمية لمواتير المياه المنازل. وفي طريقتين حضرتك للتشغيل، الطريقة الأولانية أثناء تشغيل المية وطفي المية بتشتغل وحدة تبريد أوتوماتيك مع الموتور، وفي طريقة تانية للتشغيل أول ما بيوصل مثلا الجهاز لارتفاع درجة حرارة معينة بتشتغل مع وحدة التبريد، بعد كده بتفصل بسنسور. تقييم الاختراعات سيتم من خلال لجنة علمية وبمعايير تقييم مهنية لاختيار أفضل 5 اختراعات تقبل التنفيذ على أرض الواقع، وتتبنى إحدى جمعيات المجتمع المدني مع شركاء النجاح تنفيذ اختراعاتها والاستفادة منها. عمر حمزة، النيل. وفي ختام هذه الجولة هذا تذكير بأبرز أحداثها. رئيس السيسي يؤكد في كلمته بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية أن التفاهم والتوافق ظلال عنوان لمسار العلاقات بين البلدين. رئيس السيسي يطلع على مشروعات تطوير الأراضي غير المستغلة بالقاهرة والموقف التنفيذي لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. رئيس الوزراء يعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لمواجهة الموجة التضخمية على مستوى العالم. مزيد يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت. هذا هو ختام ساعتنا الإخبارية الشاملة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.